برحمتك يا أرحم الراحمين، بنبيك الذي أرسلته رحمة للعالمين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، كنا نقرأ في كتاب رياض الصالحين، وقد قاربنا من الانتهاء من ثلثي من ثلاثة أرباع الكتاب، وكنا نقرأ في باب كتاب الفضائل، وقرأنا المرة السابقة باب فضل الصلوات عموما، وباب فضل صلاة الصبح والعصر، واليوم نقرأ في فضل المشي إلى المساجد. وقلنا أن الإمام النووي يمشي على أبواب الفقه في الفضائل، فابتدأ ويستمر في الوضوء أولا، ثم الصلوات، ثم خصوص الصلوات، ثم الفضل المشي إلى المساجد. اقرأ إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات. اللهم آمين. أما بعد، قد أسانيد ابن المتصلة إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم تلك الدارين. آمين. قال: باب فضل المشي إلى المسجد مساجد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. طيب، الغدو هو السير قبل الزوال، من الصبيحة من بعد الفجر إلى الزوال، ده يسمى غدو إذا ذهب إلى مكان. والرواح بيكون بعد الزوال، وهنا كأنه يشير إلى أنه إذا غدا لصلاة الفجر أو الظهر فيكون ذلك من الغدو، والعصر تبقى الرواح اللي هو العصر والمغرب والعشاء تكون من باب الرواح، وهذا نوع يسمى في علم اللغة من التنويع. طيب، يبقى كأن المولى أن المولى عز وجل كلما غدا أو راح يعد له نزلا في الجنة، فهو بغدوه وإحسانه في غدوه إلى الله تعالى إلى المساجد يبني بيته في الجنة. كلما أحسن، كلما كان البناء أحسن في الجنة، ماشي، هيتوضأ ويسبق وينزل بدري ويذهب ويصلي السنة، أو يدرك السنة في المنزل ثم يذهب فيدرك تكبيرة الإحرام، ده إعداد وبناء لبيتك في الجنة. طب والنساء تعمل إيه؟ ما لهمش بيوت؟ لا لهم. كيف؟ إنها تبادر إلى الصلاة في أول وقتها كما أمرت، فتردد الأذان حين تسمعه وتتوضأ وتصلي في أول وقت، فيكون ذلك نزولها في الجنة إعدادا لنزولها في الجنة، فليست محرومة من ذلك. فالنساء شقائق الرجال. ماشي، اقرأ الذي بعده. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحث خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله تعالى كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. طيب، والمرأة برضو أيضا في ذلك، إنها إذا تركت ما في يدها، ها، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان يكون في خدمة أهله أو في مهنة أهله، فإذا سمع النداء، ها، في روايات أنه كان لا يعرفهم ولا كأنما لا يعرفهم ولا يعرفونه، فإذا المرأة لو كان في يدها شيء فتتعجل وتفعل ذلك فتنال ذلك الثواب امتثال. فالممتثل لأمر الله تعالى هو يأخذ أعلى الدرجات وأعلى الثوابات والأجر من الله تعالى. اقرأ. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشايا إلى المسجد ورجوعي. إني أريد أن يكتب لي ممشايا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، أي منزله سكنه يعني، وكانت لا تخطئه صلاة، يعني كان لا تفوت صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، أي اشتريت حمارا تركبه في الظلماء أي في شدة الظلام حتى لا تتعثر أنت، ها، وفي الرمضاء أي في شدة الحر حتى لا تتأذى بشدة الحر في قدميك وما إلى ذلك. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا من أبي بن كعب أو من غيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم وعلم ذلك الرجل، فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده فقال: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. طب والمرأة لو كانت في الطريق تفعل كده أيضا، فكان النساء حريصات كما كرر ترجمة الإمام البخاري في خروج النساء، ها، لإيه؟ كما كنا نقرأ في البخاري الأسبوع الماضي، الإمام البخاري قال: خروج النساء لصلاة الفجر، خلاص طبعا أمنت تخرج، فذلك أولى لها ولها الثواب والأجر أيضا إن استطاعت ذلك، ماشي. وإذا كانت هي عادتها الخروج وبتعمل يبقى تواظب على الصلاة في المسجد، ولا نقول إن هي بس صلاتها اللي في المسجد هي اللي فتنة وخروجها للطرقات في جميع الأحوال والصور مش فتنة؟ لا، تدرك الجماعات بقدر إمكانها في المساجد التي توجد فيها جماعات للنساء. قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وكنا يعني تتبعت حال النساء في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجن كثير عادي، أما حكاية بقى المتجلة وال مين ملكي هنا؟ المتجلة اللي هي المرأة اللي بتاخده كثيرا أو بتتاجر في السوق، خلاص، غير المخدرة، عكسها مخدرة يعني ما بتخرجش من بيتها أبدا. في نساء اعتدنا على كده ونساء اعتدنا على كده، لا دي غلط ولا دي غلط، حسب ما أقامها الله فيها ربنا، ما أقامها الله فيه من الأحوال، فتتبع الحل الذي أقامها الله فيه مع تقوى الله والورع وما إلى ذلك. فما أتى من وصف الإمام مالك للمتجلة والمخدرة ده فيما بعد، خلاص، فيما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان كثير جدا من النساء، بل كان المرأة راحت سوق الذهب عند اليهود، راحت بمفردها سوق الذهب عند اليهود واشترت من اليهود اللي هم ربطوا خمارها في
في طرف ثوبها فانكشفت عورتها فقالت وإسلاما موجود في الحديث. فإذا كانوا هذا مع أمن الفتنة ومع التحري والتقوى يبقى تأخذ أجر عالي جدا. وعن جابر اقرأ. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال خلت البقاء حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة بن؟ بل فقال بني سلمة بل بني سلمة نعم ياركم تكتب آثاركم ياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا رواه مسلم وروى البخاري معناه من رواية أنس. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم أي بمعنى الإغراء الحث والإغراء منصوب على الحث والإغراء بتقدير فعل إلزاموا دياركم أي خليكم في الأماكن المبتعدة فتكتب آثاركم إلى المسجد كما في الحديث كل خطوة ترفع كل خطوة ترفع يأخذ حسنة وخطوة تحط خطيئة وقول وفي رواية خطوة ترفع درجة وفي رواية جماع الأحاديث أنه في الخطوة الواحدة يعطى حسنة وتغفر له خطيئة ويرفع درجة بالخطوة الواحدة. فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا بعد خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهن أن آثارهم تكتب إلى المسجد وأن ذلك أفضل لهم لكثرة الخطى إلى المساجد هم ما كانوا يسرهم أنهم كانوا قد انتقلوا وتحولوا إلى جوار المسجد النبوي. رواه مسلم وروى البخاري معناه من رواية أنس. اقرأ. نعم. جوابا للشرط المقدر لكونه في جواب أمر المدلول عليه باسم المنصوب على الإغراء والفعل مبني المجهول ونائب فاعله قوله آثاركم هي تكتب. نعم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم آثاركم. فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا. رواه مسلم وروى البخاري معناه من رواية أنس. اقرأ. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجر إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم يعني كلما بعد كلما كان الأجر أعظم والثواب أجزل والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها أي منفردا اللي هيصلي في جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام أي يصليها منفردا في أول الوقت ثم ينام متفق عليه. وكلمة أعظم تقتضي إيه؟ أفعل تفضيل أفعل تفضيل يبقى التاني عظيم أيضا الذي صلى في أول الوقت ونام له أي فعل فعلا عظيما ولكن الأعظم منه الذي انتظر مع الإمام حتى يصلي الجماعة ثم ينصرف. وأيضا جهة العظم أيضا من كونه أنه في صلاة ما دام في انتظار الصلاة إنه وهو بينتظر الصلاة هو له ثواب الصلاة. وهذا أيضا يدل على المعنى اللي هو السبعة الذين في ظل العرش يوم القيامة رجل قلبه معلق بالمساجد
طب المرأة تعمل ايه؟ ده بنستنى عشان يروح المسجد بيراقب الوقت ويتوضأ. المرأة انشغالها بتتبع الصلوات المتتاليات انها هو الظهر دخل ولا وتنتظر وتتهيأ، لذلك تكون كالذي ايه رجل مقلب معلق قلبه بالمساجد. نعم اقرأ. نعم في حاجة عايز تعلق؟ طيب نعم الثلث بس المساجد كلها يعني انت قصدك في الذهاب للمسجد؟ منفردا ده الشرح قال كده. لا مش شرط مش شرط الصلاة، افرض واحد عايز ينام بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، احتاج للنوم بعد المغرب، احتاج للنوم بعد الفجر، هكذا يعني. العبرة ان هو ايه صلى منفردا ثم ينام، لكن التاني ده ذهب الى الجماعة وانتظر الجماعة وهو في صلاة ما دام في انتظار الصلاة وبياخد الفضل الاعظم وهو 27 درجة على الاقل. لا ما كانش الغالب كده، الامام الشافعي هو قال لولا ان اشق على امتي، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتاخير العشاء الى ثلث الليل، وفي روايه الى نصف الليل، لكن هو ما فعل ذلك. الامام الشافعي اخذ بغالب الحال عامله زي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه او عند كل وضوء. فالامام الشافعي لاحظ والشافعيه لاحظوا ايه؟ قال لهم ما غالب حال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيمها في أول الوقت العشاء ولا يتأخر، ولم يتأخر إلا قليلا ها في حالات قليلة، لكن الغالب الحال ها أنه كان يبادر بصلاة العشاء كالمبادرة بقية الصلوات، فده غالب الحال. فالإمام الشافعي أخذ بغالب الحال وقال غالب الحال هو الأكمل والأفضل وهو المبادرة بالعشاء، وقد لا ينتظم تأخير العشاء. الإمام أحمد خد بالنص ده بالحديث اللي هو بتاع إيه لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، لكن الإمام الشافعي خد بالفعل النبوي. ماذا فعل النبي؟ أنه لم يؤخرها في كل أحواله، لو كثر الغالب أنه كان يؤخرها لكنا أخذنا بذلك، لكن وجد الإمام الشافعي أن الغالب أنه كان يبادر بالعشاء في أول وقت كبقية الصلوات إلا الحالات النادرة. جاء رجل يكلمه حتى مر ساعة أو ساعتين، فسيدنا عمر قال نام النساء والصبيان يا رسول الله، فقام الصلاة وقال لا أحد يصليها غيركم على وجه الأرض وقد صلى الناس وناموا، ولا أحد يصليها على وجه الأرض غيركم. فهنا يبقى وجد الإمام الشافعي أن غالب الحال المبادرة بالعشاء في أول الوقت، وأنه ده يبقى وقت الفضيلة كما هو مذكور في شرح الباجوري وشرحناه في المواقيت. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نعم رواه أبو داود والترمذي. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، رواه أبو داود. أي النور التام على الصراط، أنهم يعبرون على الصراط عبرا سريعا ويكون الصراط مضيئا منيرا لهم، رواه أبو داود والترمذي. طيب ما فيش ضال ما أعمل إيه؟ يعني يطفي النور عشان أبقى ماشي في الظلمات؟ لا، أنت لك الأجر إن شاء الله ولو لم يوجد ظلمة يعني. نعم اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. نعم رواه مسلم. الحديث السابق طبعا المشائين ان هم كثيروا المشي من المبالغه ماشي، وخصوصا لو كان المكان بعيد او يكثر من المشي في الظلم، اي في ظلمه العشاء او ظلمه الفجر الوقت اللي يكون فيه ظلام يعني. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. كأنه مرابط في سبيل الله تعالى، خلاص. والمرابط في سبيل الله تعالى له أجر الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، أي لا يكل من القيام الليل. وكرر للتأكيد هنا على ذلك الأجر والثواب، والحث على ذلك الفعل. أولا أفعال اللي هي فيها إيه؟ يمحو الله به الخطايا ويرفع بها الدرجات، إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد. يعني إنه مش كثرة الخطى إنه هو يصغر ما بين القدمين، لا، إنه هو يذهب ويروح كثيرا، يروح صلاة الظهر ويرجع والعصر ويرجع. وده فضل أيضا الأماكن البعيدة، وليس أننا أدي أو ضيق بين الخطى طبعا. فذلكم الرباط، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قلنا الذي ينتظر الصلاة هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. اقرأ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. هذا طبعا رواه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن. طيب وطبعا هذا معنى الآية موجود في الحديث، أنه من علامات الإيمان الظاهرة أن يعتاد الله أن يعتاد الرجل المساجد، وهذا ظاهر الحال، ونحن نحكم بالظاهر. وخصوصا لو في وقت الناس تنقطع عن ذلك الأمر فهو انشغل بذلك، دل ذلك على صدق إيمانه. المرة اللي فاتت قلت لكم في الدعاء بعد الأذان: إنك لا تخلف الميعاد. رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي السنن الصغرى، عشان الزيادة بعض الناس ببعض طلبة العلم أو المبتدئين في العلم يقولون إيه: لا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا، ووقف عند كده. وإنك لتخلف الميعاد لم ترد، لا، وردت في سنن البيهقي الكبرى بإسناد البيهقي في رواية الحديث، وقال رواه البخاري، وردت في السنن الكبرى والسنن الصغرى. باب فضل انتظار الصلاة. اقرأ. باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. ما شاء الله. باب فضل انتظار الصلاة، أي الجلوس لانتظارها أو السعي حتى لانتظارها. باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. يعني هو قال إيه؟ طيب أنا هروح المسجد البعيد بقى، أو أنا هنتظر الصلاة وأنا في الطريق دلوقتي، لو طلعت البيت جاز أتأخر عليها، فهذا يكون إيه؟ في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه عن الرجوع إلى أهله، لا يمنعه أن ينقلب أي يرجع إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. اقرأ. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث،
تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. رواه البخاري. نعم. وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. رواه البخاري. ما لم يحدث فيها تأويلين: إما الحدث بمعنى الناقض للوضوء، وإما الحدث أن يتكلم بكلام الدنيا المنهي عنه من المكروه أو المحرم. وأن الملائكة تستغفر له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه.